استضافت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والإسلامية الـAUV ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية يمثلها معهد البنك الإسلامي للتنمية، استضافوا النسخة 16 للمؤتمر السنوي للصيرفة والتمويل الإسلامي تحت رعاية مصرف البحرين المركزي. هذا المؤتمر الذي استمر على مدى يومين اجتمعت فيه نخبة من علماء الشريعة وراسمي السياسات وصناع القرار لمناقشة أهم الموضوعات الملحة في صناعة التمويل الإسلامي على مستوى العالم. تحت شعار ترسيخ الأسس المالية الإسلامية لما بعد كوفيد من خلال تطوير معايير وأطر تنظيمية متينة، جاءت النسخة 16 من مؤتمر أيوفي والبنك الإسلامي للتنمية حول المالية الإسلامية لتسليط الضوء على موضوعات التمويل الإسلامي في حقبة ما بعد الجائحة. المؤتمر تصدى لأمور كثيرة، أهمها هو النقلة التكنولوجية اللي حادثة من خلال الوالت بانكينج، واللي ابتدت تسحب كمية كبيرة جدا من عملاء البنوك. فالبنوك الآن تنظر، والمؤسسات عموما والمؤسسات المالية المصرفية خصوصا الإسلامية، مدعوة لهذه النقلة التكنولوجية أو ما يتعرف عليه بالثورة الرابعة، لأن نموها يتضاعف بمنظومة يمكن 3 أضعاف النمو في البنوك العادية. وهو مؤتمر مهم ومناسبة كبيرة يلتقي فيها المسؤولون من الجهات التنظيمية مثل البنك المركزي وأسواق المال، ويلتقي فيها أيضا مسؤولو البنوك الإسلامية والمؤسسات المالية الأخرى، وتكون فرصة للتشاور والتدارس والتخطيط لبناء الصناعة المالية الإسلامية على أسس سليمة. هذا المؤتمر جاء بهدف تسليط الضوء على المؤسسات المالية الإسلامية ما بعد كوفيد-19 ومناقشة السمات الرئيسة لتعزيز توحيد اللوائح التنظيمية في مجال الحوكمة الشرعية. يسعدنا أن تستمر هذه اللقاءات لهيئة المحاسبة والمراجعة للمعايير الإسلامية التي ضبطت العمل في المصرفية الإسلامية خلال مدة 30 سنة، ويعتبر هذا إنجاز كبير ليس للبحرين فقط وإنما للعالم الإسلامي كله، حيث أصبحت المصرفية الإسلامية اليوم تنتشر في 36 دولة على مستوى العالم. 7 جلسات حوارية بحثت استراتيجيات التعافي من آثار جائحة كوفيد-19 وناقشت موضوعات عديدة، منها تطوير التصنيف المعياري البديل ومقاصد الشريعة، بالإضافة إلى جلسات حوارية عن الزكاة والنوافذ الإسلامية.